نوصفها لك نهائيا. شكرا لهم من القلب. الله اسبان ولا الالمان ماشي مشكل باش نبلبلوا ان شاء الله. داروها المغاربه من بعد نسخه مكسيكو 86، وهذه المره على ارض عربيه وبعد 36 سنه من الانتظار. وصوت الاطلس كيعبروا الدور الثاني من كاس العالم. مشى جيل وجا جيل من تيمومي وبودربالة، الحكيم زياش واشرف حكيمي، المغاربه دخلوا للتاريخ في قطر من اوسع الابواب. ومن بعد خروج المنتخبات العربيه تباعا، قطر ثم تونس والسعوديه، كان الحمل كبير على الاسود باش يشرفوا العرب والافارقه كذلك. وبدعم الجماهير المغربيين مجنونة بحب كرة القدم، كان من الصعب تغرب شمس المنتخب بسرعة، وكل شيء كان واثق أن الفريق الوطني غيحلق عاليا. وكيف العادة المغاربة خلقوا أجواء رائعة، استمتعوا وأمتعوا حتى جمهور المنتخبات المنافسة. ربح ان شاء الله يا رب، ربحوا يفرحونا يا رب. Sorry for Canada. We're going to let you score two goals because we're nice people. It's going to win 2-1. It's going to be a great game, fantastic game. داخل الملعب الاجواء ما غتعبرش عليها الكلمات. في الوقت اللي كندا كانت كتبحث فيه على نقطة تاريخية، المغاربة كانوا باغين يصنعوا التاريخ، لحظات غيعيشوها مغاربة كتار لأول مرة. منتخبهم لاعب على تصدر مجموعة فيها بلجيكا وكرواتيا وكندا باش يدوزوا لدور الثمن في كأس العالم. وداكشي اللي كان وليد كان محتاج لحظة بوحدو باش يستوعب أهمية شنو تحقق اليوم. فرحة كبيرة بزاف دخلت قلوب الكبير والصغير. والله يحفظهم لينا زعما واحد الفرحة ما نقدرش نوصفها لك نهائيا. شكرا لهم من القلب. السلام على رسول الله إلى الشهر الجزيرة والملك الله معاك. خلاص فالإسبان ولا الألمان ماشي مشكل باش نبلبلوا إن شاء الله. شوف ان المغرب تبارك الله انه دار ماتش مزيان مع كرواتيا، فاز على بلجيكا ودابا فاز على كندا وتاهل. يا الله يا الله الحمد لله. احنا فرحانين بزاف على الفوز ديال المنتخب المغربي والتاهل ديالو لدور الثمن. كنتمنوا ان شاء الله باش يزيدوا في التالق ديالهم ان شاء الله ويوصلوا لما لا المباراه النهائيه. مبروك علينا والحمد لله فرحنا بزاف وفرحنا العرب وان شاء الله الماتشات الجايين غنكونوا رجال. الدوحه في ليله تاهل المنتخب ما نساش فحال جميع مدن المغرب. مبروك أسود الأطلس. الموعد الجاي ماتش للتاريخ أمام جارة إسبانيا، ولسان حال وليد وأمرابط وكاع المغاربة في هذه المرحلة كيقول اللي جا
بسم الله.